واليوم بنتكلم عن مرحلة الحمل اللي تستمر لمدة 9 شهور مع الدكتورة أمل داوود طبيبة العائلة. مساء الله بالخير دكتورة، نورتينا مرة ثانية. مساء النور نايلة، وشكرا مرة ثانية على الاستضافة. دكتورة، يمكن أسعد خبر يمكن تنتظر السيدة من بعد الزواج هو خبر الحمل، واليوم يمكن السيدات صاروا يتجهون وايد حق الطب بحكم العادات وأسلوب الأكل أو بحكم الجو اللي احنا نعيشه العام. فإذا بنسأل عن النسبة التقديرية للحمل الطبيعي من بعد الزواج، شنو هي النسبة التقديرية للطب؟ طبعاً نايلة، يختلف أهو من يعني زوجين يعني كوبلز لكوبلز، تختلف النسبة، بس يعني بشكل عام تقريباً 85% 85% من الأزواج اللي هم يتمتعون بصحة طبيعية ونسبة خصوبة طبيعية، 85% منهم ينجبون خلال السنة الأولى من الزواج، و 95% خلال السنة الثانية. حلو. زين، إذا شوي بنتكلم عن الأعراض الحمل، يعني عادة نشوف إذا السيدة يعني السيدة لما تكون تيها أعراض مثلا حتى لو تكون مرضية، نشوف الكل في العائلة ها يمكن تكون أعراض حمل، يمكن حامل تشوفي. فإذا نبي نتكلم عن الأعراض الأكيدة، يعني خلاص أكيد هذه المرأة هي حامل من الأعراض اللي شفناها عليها، شنو هي الأعراض الأكيدة في الطب أن المرأة تكون حامل؟ الأعراض هي كثيرة، بس أهم شيء طبعاً انقطاع الدورة، أو يعني أن الدورة ما تجي في وقتها عن الموعد المحدد لها، هاي أول شيء السيدة تلاحظه طبعاً. بعدين الأعراض الثانية اللي الناس يعني تكلم عنها، اللي مثل ما قلتي انتي، القي، الغثيان الصبح، كلها تحس روحها يعني ما تشتهي تشم ريحة معينة أو أكل معين. الشيء الثاني الإحساس بالتعب، الإرهاق، تشوفين المرأة اللي يعني في بداية الحمل كلها تبي ترقد، تعبانة. شيء آخر بعد الإحساس بالآلام في الثدي أو عدم الارتياح ممكن نقول. دكتورة، يمكن وانت قاعدة تسولفين تذكرين الأعراض، ذكرتي التعب أو مثلا أنه دائما تبي ترقد المرأة الحامل أو التعب الشديد اللي يصيدها، ودائما لاحظ أنه خصوصا أول فترة الحمل، يمكن هي 9 شهور مو بسهلة على أي حامل، لكن أول 3 شهور أو أول 4 شهور تكون أصعب من الشهور اللي بعدها تيجي بحكم التعب اللي واكب جسم المرأة. شنو سبب هالتعب اللي يصيد المرأة، أو شنو سبب التعب الشديد اللي ييها أول 3 شهور؟ هو نايلة كل مرحلة من الحمل لها مشاكلها ولها يعني الأعراض الخاصة فيها، بس مثل ما ذكرتي أول 3 شهور من الحمل دائما السيدة تشعر بالتعب، لأن هاي شيء جديد عليها على جسمها، في تغييرات قاعدة تصير في داخل في الجسم، فيسيولوجية هرمونية. الدم يبتدي يعني يتدفق وينتقل للمشيمة عشان يغذي الجنين، فهاي التغييرات تسبب أن ضغط الدم لدى السيدة ساعات ينزل شوي، فهاي الشيء يخليها تحس بالتعب، غير عن التغييرات الهرمونية اللي تصير، البروجستيرون يرتفع، وهو يعني له علاقة بالشعور بالنعاس والتعب. يمكن بعد موضوع ثاني ذكرتي، يعني 90% يمكن من النساء أو 99% من النساء يعانون منه في فترة الحمل اللي هو الاستفراغ. عادة متى يبدأ الاستفراغ، وهل له وقت معين؟ يعني نسمع يعني كل مرأة حامل تختلف يمكن تجربتها عن المرأة الثانية، فإذا طبيا يعني شنو الفترة اللي تكون فيها الاستفراغ موجودة أكيد؟ هو أكثر شيء يصير من بداية الحمل وقد يستمر إلى أول 3 شهور من الحمل. بعض السيدات يتم معاهم، بس بشكل عام يبتدي التراجع هذه الأعراض في أول 3 شهور. هي مثل ما ذكرتي أعراض جدا يعني مزعجة عند السيدة، تضايق منها، خصوصا يعني في بداية اليوم أول الصباح، يعني تبتدي يمكن التحسس من بعض الأكلات، من بعض الروائح. شلون ممكن أن هي تتغلب عن هالشيء؟ شنو الأشياء اللي ممكن تأكلها، أو شنو الأشياء اللي ممكن تتجه لها عشان أن هي شوي تتجنب الاستفراغ الصباحي أو تتجنب هاي اللوعة اللي ممكن تيها؟ هو طبعا في يعني عاملين، في عامل بالأدوية، نعطيها أدوية، والجانب الآخر أشياء هي تقدر تتبعها بروحها تسويها.
في دراسات يعني تقول ان الزنجبيل او الجنجر سواء كان قطعه حلاوه او بسكتس في جنجر يخفف من الشعور بالقيء او الغثيان. الشيء الثاني المياه الغازيه، مو بالمشروبات الغازيه اللي تحتوي على السكر والكافيين، لا، الكربونيتد او السباركلينج ووتر بعد له دور انه هو يخفف من هاي الاحساس. غير عن كذي يعني مهم ان السيده تعرف ان هي ما تكثر في الاكل او ما يعني تثقل في الاكل خصوصا قبل النوم. وبعد في الجانب الاخر ما تخلي روحها يعاني كلش، لان كل الاسيديتيز والاحماض اللي في المعده بتزيد وبتزيد هاي الاحساس. واذا كلش يعني السيده وايد متاذيه وهاي الحلول ما قاعده تنفع معاها، في تابلتس معين يعني حبوب معينه نقدر نكتب لها اياها. زين دكتورة، بعد في نسوان مثلا في مرحلة الحمل أو في أثناء الحمل يصير عندهم نزيف متقطع، شنو أسباب هالنزيف وشلون يمكن أن المرأة تتجنب هاي الشيء بعد في نفس الوقت؟ هو الأسباب يعتمد على وقت النزيف، هل هو النزيف في بداية الحمل أو في المراحل المتقدمة. بداية الحمل إحنا نتكلم عن أول 3 شهور، المراحل المتقدمة من عقب 3 شهور. والشيء الثاني بعد، هل النزيف مصاحب معاه ألم ولا بدون ألم؟ أول 3 شهور عادة تكون الأسباب يعني أقل خطورة، بس بعد ما يعني إن إحنا ننسى أو نهمل الأسباب اللي يعني سيريس أو الخطيرة. الأشياء يعني من الأسباب اللي هي مو بوايد خطيرة، البويضة لما تبتدي، المخصبة لما تبتدي إن هي تزرع في جدار الرحم قد تسبب هاي نزيف، وبعد تغير الهرمونات. من الأشياء الخطيرة طبعاً ننتبه لها اللي هي الإجهاض، الإجهاض أو بعض الانفكشنز أو الالتهابات اللي ممكن تصير. أما طبعاً في نهاية الحمل أو في المراحل المتقدمة يعني مهم يعني لازم نحط في عين الاعتبار المخاض المبكر أو البريترم ليبر، شيء مهم، أو إذا كان في مشكلة في المشيمة لدى السيدة فينصح أن تسويها ألتراساوند. زين دكتورة، في نفس الوقت نشوف أن المرأة الحامل لازم على طول تروح حق يعني تزور الطبيب أو تشوف المراجعات على طول، ويستخدمون لها بعد جهاز السونار، شنو أهمية هالمراجعات وشنو أهمية استخدام جهاز السونار في السونار في نفس الوقت؟ وايد مهمة المراجعات والمتابعات الدورية للسيدة، حتى لو كانت هي ما عندها أي أعراض، ما تشعر بأي شيء، وايد مهم أن تتابع. ليش؟ لأن إحنا نبي أن الحمل يصير في المسار الصحيح، ويعني عشان نحافظ على صحة الأم وصحة الجنين وتسهيل عملية الولادة. إحنا لما السيدة تينا في المركز طبعاً سواء تشوف الطبيبة أو القابلة ينعمل لها عدة فحوصات، تنعمل لها عدة تحاليل، من أهمها قياس ضغط الدم، أخذ عينة من البول لقياس نسبة السكر ونسبة البروتين اللي في البول، الفحص السريري وايد مهم حق السيدة، نفحص حجم البطن، نشوف دقات القلب للجنين. وبعد فرصة ان السيدة تسأل اي شيء تبي تعرفه، نعطيها نصائح، فوايد مهم. والسونار طبعا او الالتراساوند ينعمل لها مرة واحدة خلال فترة الحمل، واذا احتاجت اكثر نسوي لها. اهميتها تكمن ان يعني في تشوهات مثلا ممكن احنا نلتقطها او يعني نشوفها من خلال السونار، يعطينا فكره عن الجنين، عن صحه الجنين وعن صحه المشيمه وعن حجمه وشلون الحمل قاعد يعني يصير. دكتوره، يمكن في بعض النساء يعني ما يراجعون دكتوراتهم او ما يراجعون الطبيب على يعني شكل دائم، وفي نفس الوقت ما يهتمون بالأكل الصحي خلال فترة الحمل، شنو الكلمة اللي توجهينها لهم وتقولين لهم عن خطورة هالموضوع؟ اوكي، يعني الزيارات مثل ما ذكرنا وايد مهمه، لان في اشياء صامته في الحمل السيده ما بتشعر فيها، ما بتحس فيها الا من خلال الفحص، مثل ارتفاع ضغط الدم، مثل الانيميا او نقص كميه الحديد في الجسم، مثل سكر الحمل. هذه اشياء لازم احنا يعني نشوفها من خلال الفحص، واذا ما اكتشفناها مبكرا لها تاثيرات سلبيه على الام وعلى الجنين وعلى الولاده. والتقدير
صحيه جدا مهمه، يعني لازم المراه تهتم في تغذيتها، الكالسيوم، فيتامين دي، الحديد، هاي كلها الاغذيه الغنيه بهاي المعادن لازم تاخذها السيده. واحنا ذكرنا بعد في الحلقه اللي قبل صح. عن الاشياء اللي مهم تاخذها والاشياء اللي تحاول تتجنبها السيده. صح. طبعا الدكتوره امل داوود طبيبه العائله نشكرك على هالمعلومات، وان شاء الله يستفيدون كل الحوامل والله يتمم لهم على خير يا رب. شكرا شكرا لك دكتوره.